خليكم تسمعوا الايتو ايت. هذاك الصوت ديال ديك البنت في الاول شديتو قلبتو درت منه ترانزيسيون عطاتنا هاد العيبه هاد. دابا وصلنا لاحسن لحظه في الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الاجواء ديال البيت ميكين من قشن زين. الاستوديو ديال اليوم غادي نكومبوزي بواحد بلوجين اللي هو جديد سميتو كروماريك من شركه لاندر ومن لا يعرفها. فيه كتلقى بزاف ديال لي سامبل بحال بيانوات كمانجات وكاع لي زانسترومون وحتى من ناحيه ديال الفويس. اي سامبل عجبتك كيوفر عليك بالسكاي اللي بغيتي نتايا وبالكي اللي بغيتي من الفوق. هذا البلان فريمون كيسهل الخدمه وكيربح الوقت بزاف. مفاتيح البيضين كتلعب بهم لي لوب بحال كمثال. اما دوك المفاتيح الكحلين كتلقى فيهم لي زيفي بحال مثلا هالف تايم او الريفرس اللي تيخليو ديك اللوب تبان مختلفه بحال هكا مثلا. الناس اللي ما عندهمش امكانيات بغاو يستعملوا هذا البلوجينغ هذا راه فيه واحد فيرسون اللي هي فابور وخا صراحه محدوده. والناس اللي بغاو الفيرسون كامله سبسكريبشن في هذا البلوجينغ راه ب 10 دولار. تلقاو واحد كود برومو هنايا وفي الديسكريبسيون الا استعملتوه غتقص لكم 30%. اخوان دابا شادني واحد الحماس اللي ما يمكنش فريمون. بغينا نصايبوا شي انستري اللي تكون ناضي ديال بصح. عيشوا معنا الجو ونبداو الخدمه دابا نيت. ليتس جو. الميلودي برينسيبال غنخدمها بهذا البريسيت هذا اجيو نكتشفوا الاصوات اللي فيه. حطيت ديك الميلودي كطلع بوحدها. لا ريفيرب. دابا غنشد هاد الميلودي غنحولها لويف ومن بعد غادي نسامبليها باش تعطينا شي حاجه اللي هي ديفرنت ديال بصح. ليتس جو. طران غنشدها غنقطع هاد اللعيبات هادو مع الخطوطه وغادي نبدليهم بلايصهم كاملين. اوكي. A few moments later. من بعد ما خربقت الميلودي مزيان خرجت منها واحد السامبل اللي هي هادي. طلع بلان طلع بلان. سمعوا لي الغيزيطة فينال ديال الميلودي برينسيبال. دابا الاخوان هاد الفنانه قالك سميتها جيسيكا عندها شي اصوات زوينه مسجلاهم لينا هنا باش نخدموا بهم السامبل ديالنا. ديما البلوغينغ كيخليك في لاغام برينسيبال باش لعب التراك ديالك ما كيبقاش يخرب اكول مره تمشي تبدل السكايل ولا شي لعيبه. ديما كيخليك في السكايل اللي انت لاعب فيه. هادي باش عجبني هاد البلان. هذا عجبني بزاف. اوكي هذا هو اللي غنخدم به. ميلودي مازال خصها واحد الاحساس كثر. غنزيدو على هذا البلان هذا ها هو قدامكم هنايا. ليتس جو. دابا غندوز للخدمه الاخرى ديال الدرومز. الوغ اول حاجه نبدا بها هي البيركيسيون من عند هاد الساط هذا اللي ما عرفتوش شكون. المهم نبداو. اوكي لاي هاس غنسجلها من الافضل. هاد لعيبة خاصة بالدريل.
نحاول نسجلوا منا حتى شي لعيبه في شكل. اوكي غادي داك الشيء واو. ودابا غادي نزيدوا الكلاب. دابا غادي ترون حيت غنمشي نسجل دابا الكيك. ليتس جو نطلقوا الريكورد. اوكي خليكم تسمعوا الاي تو ايت. هذاك الصوت ديال ديك البنت في الاول شديتو قلبتو درت منو ترانزيسيون عطاتنا هاد اللعيبه هادي. دابا وصلنا لاحسن لحظه في الفيديو هي اللحظه ديال ريزلت فينال. شوفوا معايا البلان كيفاش طلع. الى عجبك هذا الفيديو بالك كيسهل التشجيع دير لايك بارطاجي اي حاجه كيف ما كانت. نتمنى انك تهبط الكومونتيرات تخلنا شي كلمه اللي تحفزنا بها. كان معكم كابريم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس.